أبحاث علم الاستعراف، علم النفس الاستعرافي هذا cognitive psychology، وعلم الأعصاب الاستعرافي cognitive هذا neurology، هذه يعني مذهلة، قطعت بنا. أكثر شيء يصدم في هذه الأبحاث الاستعرافية بقول لك إنه الدماغ البرين الجهير، الدماغ حين يفكر ضمن المجموعة، ضمن القبيلة، ضمن الجماعة، حين يفكر لا يخادع نفسه ولا يرى الأبيض أسود أو العكس، بل يرى ما يقال إنه أبيض أبيض وفي واقع الأمر أسود. الدماغ نفسه يرى هذا ويرى إيه؟ القصير طويلا، وفي الواقع هو إيه؟ قصير، فقط لأنهم قالوا طويل. الدماغ رأى، يرى هذا حقا وصدقا. مخيف هذا الشيء، مرعب، مرعب مرعب. والبشر كلهم وإحنا منهم بس استثناء يولدون في ماذا؟ في مجتمعات. ما معنى مجتمعات؟ يعني سياقات ثقافية، مواريث اجتماعية ثقافية فكرية ملية عقدية، وطبعا يمشون فيها ويعيدون بناء reconstruction يسموه، يعيدون بناء العالم، ومن ثم يعيدون بناء الحقائق السياسية والاجتماعية والدينية والوجودية بما يتناسب مع ماذا؟ مع مواريثهم وسياقاتهم الثقافية والدينية والآخرية. صح ولا لا؟ كلنا نفعل هذا. رب هذا الكلام شايفه ولا مش شايفه؟ شايفه وعارفه، ومش هيك بس قرره الله، قال لك أنا عارف أنهم مختلفين ولا يزالون مختلفين، ولا عمر الناس كلهم حيصيروا إيش؟ شيئا واحدا، حيظلهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون أي أمما مختلفة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك قال الحسن البصري وغيره للاختلاف خلقهم. لا إله إلا الله، مش هيك بس الله قرر هذا الشيء وقال لك كذلك زينا لكل أمة عملهم. أنا مرة شرحت هذه الآية ببحث من علم الأعصاب، إيش رأيك؟ وعلم النفس الاستعرافي، ما جبت الشيء، خليت العلوم الحديثة التجريبية الإمبريقية تتحدث. وقلنا أيامها أنه جابوا إيه جماعة من الطلاب الجامعيين من الحزب الجمهوري، جماعة إيه؟ جورج بوش الإبن الصغير، وجابوا جماعة ثانيين إيه؟ طلاب جامعيين من حزب إيه؟ الديمقراطية، جماعة إيه؟ كلينتون، بيل كلينتون. وبعدين عرضوا إيه؟ على الجماعة إيه؟ الأولى الجمهوريين بعض مقاطع من خطب إيش؟ جورج بوش وسقطاته، زلات الستبس بسموها، سقطات لسانه وأخطاؤه الفظيعة. سألوا أي ما أعتقد إيه عن جماعة طالبان، قال هذول يعني بمعنى الكلام كأنه يعني من جماعة هيك، يمكن الرقص أو الغناء هيك، نسبهم إلى جماعة هيك يعني، فكانوا شيء مضحك مضحك جدا. مرشح رئاسي ما بعرف إيش طالبان ولا في حياته، يا لهم من مثقف، يا لهم من انتلكتشوال يعني. وهذا دمرنا بلادنا الإسلامية، عليهم الله ما يستحق، وعلى من كان وراءهم المحافظين الجدد المجرمين الجدد. المهم، وطبعا أدمغتهم وصل إيش بأجهزة بأجهزة متخصصة تصور ما يجري داخل الدماغ، MRI هذه والFMRI وكذا، فبتصور. العجيب لما شافوا إيش الصورة، أي أخطاء وأي سخائف ومهازل لحبيبهم الجمهوري رشحهم جورج بوش، إيش بتعمل؟ تعمل على غلق أماكن التعقل في الدماغ اللي بتشتعل حين يشتغل العقل الحساب الرياضي، لا، وبتشتعل الأماكن إيش؟ العاطفية. هو هذا حبيبنا، هذا حبيبنا، فبتشوف إنه عادي يا أخي، جل من لا يخطئ يا أخي. وهي عند المسلمين اليوم، عند المسلمين بكره عبد الله، عبد الله لو عارف إيه لو أخطأ في آية، وحفظ القرآن هو وصلى بالناس 10 سنين من حفظه أخطأ. مين لا يخطأ في القرآن؟ أئمة الحرم بيخطأوا كل سنة، وأنا صحيح. لكن تعال إيش عاد لنفس اللي يضحكوا على عبد الله حافظ القرآن اللي أخطأ في آية واحدة بيشيخهم في محاضرة واحدة، والله وأنا سمعت هذا مرات عديدة، في محاضرة واحدة من غير أن أفتري، وأنا في يوم جمعة تقريبا ما من آية والله منها من جزء عامة ساقها إلا غلط فيها، سكتوا
كأنهم ما سمعوا وما تغلط، لأنه إيه؟ لأنه شيخهم. بس عبد الله مش شيخهم، بدنا نهري جلده ونعمل عليه مقاطع ونفهم أمة لا إله إلا الله كلها إنه إيش عبد الله غلط في آية. الله أكبر عليكم، مش هيك بصير؟ نفس الإشي. ممكن إيه عبد الله كله اجتهاد في مسألة معينة، وهو اجتهاد لائح وقوي، وقد يكون قال به بعض علمائهم لكنهم لم يسمعوا به، ممكن يكفروا عليه. بس شيخهم اجتهد اجتهادا آخر وهو بالغ الشناعة ظاهر الخطأ، ولك يا أخي اجتهد بالعكس، ويمكن تأويل كلامه بأنه كذا وكذا. لا إله إلا الله، وين الإنصاف؟ وين الإنصاف؟ على فكرة خطبة اليوم كان مفروض تكون بعنوان ثاني اسمها يا ظلمة، كنت تحدثها عن موقف المسلمين من أخطاء علمائهم وعلماء من يعدونهم خصمائهم، وسميها يا ظلمة من الشيعة والسنة، ونشوف كيف الظلم نمارسه على بعضنا البعض. فقلت لك علم النفس الاستعرافي وعلم الأعصاب وعلم الدماغ صدمنا. إيش عملوا بعدين؟ نفس الطلاب الجمهورية هذولا أعطوهم إيه مقاطع لبيل كلينتون بغلط فيها أخطاء، وهي أقل بكثير من أخطاء إيش بوش طبعا، لأنه كلينتون جامعي ومن هارفارد ومتعلم، وأستاذه إيش إدوارد سعيد وحليم بركات وناس كبار هذولا، وأعتقد الخالدي كمان طريف. فهذول فلسطين طبعا، هذولا فلسطينيون أساتذة كلينتون، ولا أوباما كمان، أوباما درسوه أساتذة فلسطينيون في جامعات أمريكا الكبرى. الحمد لله هذا الفلسطيني قرب الفلسطيني يستعيد حقه إن شاء الله تعالى. امبارح اليهود التائه، واليوم الفلسطيني إيش التائه الراجع بإذن الله تعالى. إن شاء الله، اللهم أرجع الحقوق لكل إيه من سلبت حقوقهم حول العالم. فجابون، فسبحان الله الصور صور إيه الأجهزة المتخصصة أظهرت دماغه بيشتغل، منافذ العاطفة سكرت، فيش عاطفة الآن، وإيش المنافذ اللي اشتعلت؟ فرونتال لوب وغيرها، منافذ أخذ القرار والمحاكمات العقلية، وقفين له على التكة. ليش قال هيك هذا النصاب كذاب؟ لازم أقول هيك، لازم أقول هيك، ما قال الشيء أي ما شاء الله. حتقول لي وإيش علاقة هذا بالقرآن؟ لا، القرآن واضح جدا جدا جدا. القرآن قال لك إيه؟ اتبعوا أهواءهم، اتبع أهواءهم، يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم كذلك زينا لكل أمة عملهم. المسألة أهواء وتزيين، يعني المسألة عقلانية راشنال، هي إيشو مسألة عقلانية ولا هي إيه إموشنال إيشو؟ لا، هي مسألة إيه عاطفية، مسألة هوى وحب وزينة. أنا بحب جماعتي، هم أحلى إشي، أحلى أهل، زينة زينة. كذلك زينا لكل أمة، ما قالش لكل كافر، لكل إنسان، لكل أمة، لأنه إيه أنت لما بتكون ضمن مجموعة بتفكر بعقلية ماذا؟ المجموعة، ما بتفكر بعقليتك. هتقول إيه معناها؟ هنا حاعطيك كمان صدمة أخرى سابقة قرآنية، وهذا مش ممكن يكون من تفكير محمد، ولا بقدر عليها محمد ولا غير محمد، هذا من كلام رب العالمين من 1500 سنة. الله قال لك هذه المسائل التي تظن إيه محاسبات عقلائية وعقلانية وكذا، أبداً كلها مسائل إيه أهوائية عاطفية مزاجية تحركها الأمزجة والأهواء والعواطف، وهذا صحيح. علم الاستعراف الحديث بيقول هذا صحيح 100%، لغاية كما قلت لكم أنه إذا رأيت أي جماعتك أو قبيلك أو من تظن أنهم مرجعية يقولون هذا الخط قصير مع أنه طويل، واضح أنه طويل أطول من جاره، أنت لن تقول أنه إيه؟ أنه قصير كما يقولون، ستراه قصيرا، الدماغ سيرى قصيرا، الدماغ ما كذبش، يعني الدماغ هنا ضلل، ضلل تضليل حقيقي. إذا مش نعمل إذا الدماغ في الحقيقة ضل يدركها بحسب إيه؟ بحسب اتجاه الجماعة، شايفينها قصيرة؟ فعلا قصيرة هي، لا إله إلا الله. شايفينها حمرة مش خضرة؟ فعلا حمرة طلعت وتحمر في عينيك، لا إله إلا الله، بلاء عظيمة. لذلك من قرأ المنقذ من الضلال، وهذا الكتاب أخطر مما تظنون، وهو الكتاب الذي استلهمه تماما تقريبا رينيه ديكارت، بل سرقه كما قلت أكثر مرة مش عود إليها، هذا الكتاب خطير. سترون إذا قرأتموه سترون من بين ومن جملة الأسباب التي حيرت الإمام الغزالي وشارفت به على الضلال، اسم المنقذ من إيش؟ من الضلال. الإمام الغزالي كان يضل ومكث تقريبا فترة إيه 6 أشهر يعني كالشكاك، يعني أجنوستيك مش عارف وين الحق وين الباطل. من جملة الأسباب اللي عرض هذا العبقري النادر قدس الله سره الكريم، تعرفوا ما هو الحالة هذه؟ أنه كل الناس عندها دينها ودينها هو الحق
وسعيدة به وتدافع عنه وتستجهد من أجله وتحبه. قال لك هذا بلاء عظيم، صح ولا فتنة رهيبة هذه لما تفكر فيها، رهيبة رهيبة، أخطر مما تتخيل. والدليل عنها أخطر مما تتخيل أن سل نفسك يا أخي ويا حبيبي، سل نفسك، قول أنا هنا في أوروبا مثلا المسيحية، أنا في النمسا وهي بلد كاثوليكي، جميل، بلد كاثوليكي، لي 30 سنة، وطب علاقاتي في العمل مع مسيحيين، جيراني أكثرهم مسيحيون، في الجامعات مسيحيون، أستاذي المشرف كله، على الأقل هذا كان يقتضي أم ماذا؟ أن أقرأ كتابهم المقدس بعهدي القديم والجديد، يعني ألم صحيح؟ أنا متأكد أن معظمنا أكثر من 95% على الأقل هذا لم يفعل هذا، لا فتح البيبل ولا درس ولا حاجة، لم يفعل وما كلف نفسه. ليه؟ هو مفترض أنه خلاص أفتح ليش يا سيدي؟ منع الحق المبين. طب هل تعجب من جارك المسيحي إذا فعل الشيء نفسه؟ ما خطرلوش، وأنت ضيف عليه وبتنازعه في الوظيفة وبتأخذ بعض رزقه وبتتعلم هو المشرف عليك، يعني أنت الأقل، صحيح؟ حضاريا أنت الأقل على الأقل بحسب هذه الموازين. ليش هو يشوف نفسه ملزوز ومضطر إيش؟ أنه يروح يقرأ القرآن وترجماته، قلت له ما فيش داعي، والبوذي شرحه والكونفوشيوس شرحه والجيني شرحه والتوس شرحه وهكذا، كله شرحه شرحه شرحه، فتنة عظيمة. على فكرة حتقول لي في شيء أصعب من هيك، طبعا بعرف أصعب من هيك بكثير، أنه بكفيش أني أقرأ إيش البايبل، لا يا حبيبي، لازم تقرأ التاو الطريق تبع إيه؟ تبع لاوتسي، ولازم تقرأ الكتب الخمسة إيه لكونفوشيوس، ولازم تقرأ إيه البوذية، ولازم تقرأ إيه بوذية الزن، ولازم تقرأ إيه الجينية، ولازم تقرأ ما يتعلق بالماركسية الاشتراكية العلمية، ولازم تقرأ أدبيات الإلحاد ومذاهب الإلحاد وأديان كثيرة ومذاهب، قصة متعبة جدا جدا. لو أوتيت عمر نوح لن تستطيع أن تفرغ من هذا. الموضوعات خطيرة جدا هذه، حساسة بتخوف، لكن سبحان الله كلما مشيت معها أزيد وأزيد، كلما تيقنت فعلا برحمة الله وإلهية القرآن وأنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله. من 1500 سنة القرآن قال اللي بيكون ضمن القبيلة ضمن القطيع بفكر بعقلية إيه؟ يعني لا مؤاخذة مع احترامي للكل، وأنا مثلكم، لو واحد منكم الآن بتكيف على كلامي هذا معجب، والله كلام حلو، والله هذه فلسفة يا سيدي، والله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عدنان، نأخذ ونحطه ابن جماعة إيش؟ متشددين متمسلفين، كفر فقد كفر 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 كفر، حيقول يقول والله يا أخي صحيح يا أخي كلامه صحيح، الأمور واضحة يا أخي، ليش نلعب بالدين إحنا؟ حيحس إنه إيه؟ لأنه كل ما بتطلع هيك بيهم كلهم مبسوطين مبسوطين، وبهزوا لحاحهم الكبيرة ما شاء الله عليهم، طبعا يا أخي واضح الأمور، كفر يا أخي ما في كلام، كفر انتهينا، لا تلعبوا بدين الله، الأمور واضحة، إياكم، حيلاقي حاله إيه منسق إنه إيش يقول؟ كفر يعني كفر يا أخي، وهذا عدنان لعوب هذا، يرجع لجماعة عدنان يا أخي متزمتين هذولك، إيش اللي بصير هنا؟ مشكلة كبيرة هذه، هذه درسة علمية كما أفعل أنا، تبدأ تفهم حالك أكثر، انتبه، مسائل خطيرة قلت لك حساسة، لذلك ربنا أعطانا مخلص، يا له من مخلص، والله لا يقدر عليه إلا رب العزة، وما يعرفه إلا الله. هتقول لي بالعقل الآن بدل شرحت وقلت الكلام هذا، فعلا في مخلص ممكن، ممكن متاح، إيش هو؟ أبعد عن القطيع، أجيب أفكار القطيع، أجيب أفكار القطيع، أفكار الجماعة هذولا، وأفكار الجماعة هذولا، وأفكار الجماعة هذولا، أنا حرت بين 4 إيه جماعات، أجيب أفكار إيه الجماعات الأربع أو الأربع الجماعات، إذا معرفة إلك وواضحة ومقرر يعني، أجيبها، مش الجماعات نفسها، الأفكار، وأشتغل عليها لحالي أو مع صاحبي، 2 بس، 2-3 لا، بعون الله بصير عندك إيه إمكانية أن تكون أحكامك، إذا استوفيت الآلة واستوفيت الجهد في الفهم والمقارنة وكان عندك اللياقة أن تحكم من أهل العلم، أنت بتكون أحكامك أقرب إن شاء الله إيش إلى الحق، إلى أن تكون راجحة. من وين؟ قال تعالى في سورة 7 قل إنما، شوف إنما، كان الله بيقول ما فيش إلا الطريقة هذه غير هيك، انسى انسى يا الله، محل القرآن يا أخي، قال لك أبوي عشان تدرك أنهم عند الله، ما هو كلام بشر هذا، قل لهم يا خيرتنا يا حبيبنا، إنما قل إنما أعظكم بواحدة، مش طالب منكم خطة أي مشتبكة معقدة، لا 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 لا، هي خطة من خطوة
هي خطة من خطوة، خطوة واحدة بس. إيش هي يا ربي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. اثنين اثنين أو واحد بيكون أحسن كمان لسه. مثنى وفرادى. ممنوع ثلاثة. أربع خمسة إنسى. إذا الله أرشدنا إذا أردنا أن نعرف الحق أن نفعل ماذا؟ أن نفكر فيه ونعيد النظر فيه ونغلغله إيه؟ مثنى وفرادى. اثنين اثنين أو إيه؟ أو أفرادا. طب ليش يا رب؟ واضح، لأنك حين تكون مع الجماعة تضلك الجماعة. في خطب ومحاضرات التشويش قلنا سبحان الله من موجبات التشويش في الأحكام، مش بس عند القضاء، كل الأحكام، كل الأحكام، إيش هو؟ الفريق، التيم. إذا ثلاثة ضدي أو اثنين ضدي بلاقي حالي لا شعورياً صرت أشوف المسألة بما إيه يتوافق مع إيه؟ مع منظورهم. والله صحيح، لو كنت وحدي لا سوف إيه أرى إيه شيئا مختلفا. شفتوا؟ مسألة خطيرة، كثير خطيرة.